ايضا كل جماهير النادي الاهلي وايضا جماهير الرياضه المصريه وكل جماهير الوطن العربي تابعت هنا على شاشه قناه النادي الاهلي الحوار المهم، حوار الكابتن محمود الخطيب مع الاعلام الكبير الاستاذ يعقوب السعدي. شفنا حوار مهم جدا فيه قيم ومبادئ ورسائل وتواضع كمان من الكابتن محمود الخطيب. من هنا بنحيي الاستاذ يعقوب السعدي على الاداء الاعلامي او كمان على البرنامج اللي هو او الحلقه اللي قدمها مع كابتن محمود الخطيب. اتكلم عن مصر وشفنا يعني مدى الكلام الكبير اللي اتكلمه عن مصر وكمان الكلام العظيم اللي اتكلمه عن النادي الاهلي. وكابتن محمود الخطيب في هذا الحوار قدم رسائل مهمه جدا، رسائل لمجلس الاداره وكمان لمجالس الادارات ان شاء الله اللي جايه بعد كده في النادي الاهلي. رسائل مهمه للاعبي النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي وكل ما يمثل من منظومه النادي الاهلي. الرسائل المهمه اللي قدمها الكابتن محمود الخطيب في الحوار الراقي والمهم اللي ظهرت فيه مبادئ وقيم واخلاق النادي الاهلي. رساله لمجلس الاداره قال لهم النهارده مهما تعرض مجلس اداره النادي الاهلي من ضغوط وحرب وشائعات لازم نرد زي اللعيبه، نرد في الملعب. ده المهم جدا. مجلس اداره ازاي بيرد في الملعب؟ بيرد من خلال الالعاب الجماعيه والصفقات من فريق الكوره والانجازات والبطولات وكمان من الانشاءات، الثوره الانشائيه ما شاء الله اللي احنا بنشوفها في كل فروع النادي الاهلي. كمان الحديث لا اهتمام كبير كمان بقطاع الناشئين والمدير الفني الاجنبي والطفره الموجوده حاليا دلوقتي في قطاع الناشئين وايضا اكاديميات النادي الاهلي. وكمان قال للاعيب النادي الاهلي الثلاثيه اللي دايما الجمهور بيحتفل بها خلال الفتره دي اصبحت خلاص تاريخ، اصبحت خلاص في دولاب بطولات النادي الاهلي او في متحف النادي الاهلي، دايما النادي الاهلي بيدور على الجديد. فكان حوار مهم وحوار ثري وحوار غني وحوار وحلقه تاريخيه هنا في قناه النادي الاهلي بنحيي عليها الاستاذ يعقوب السعدي وايضا الكابتن محمود الخطيب.